بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zoals ik vorige keer gezegd heb, waren we bij de keldervloer. Dat is als garage voor de auto's. Nu gaan we ze alle focussen op de begane grondvloer. Waar daarna volgt de eerste verdiepingsvloer. Waarom om best hele hoge betonnen wanden zitten. Die niet zo makkelijk te maken en te realiseren zijn. En daarna, als dat gedaan is, komt de dakvloer inshallah erop. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير